فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذه الرواية صحيحة وهي أن أبا لهب يرفع عنه العذاب كل يوم اثنين لأنه أعتق الجارية التي أخبرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرفع عنه العذاب لا أدري، لكن ورد أنه يمتص شيئا في إبهامه، ويقول هذا بسبب أنه جعل ثويبة ترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد. الله أعلم. نعم.